كنتش اتخيل انك بالقذارة دي. على اساس ايه يعني؟ على اساس ان حضرتك ما بتعملش حاجة غلط؟ اخرس يا حيوان! اخرس! عارف الست اللي انت بتحاول تبتزها دي تبقى بالنسبة لي ايه؟ بالنسبة لك ايه؟ اكيد عشقتك. عشقتي؟ طبعا واحد زيك بالاخلاق دي مش هيفكر غير كده. للاسف انا اللي فشلت في تربيتك، اغليتك بالاخلاق الواطية. الست دي يا فندم يا محترم مراتي، مراتي يا استاذ اللي ما تعرفش معنى الاخلاق. مراتي